بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي. يسر قسم الرياضيات مجمع الأندلس التعليمي مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي أن يقدم لكم التدريبات الإثرائية رقم 2. أهداف الدرس: من المتوقع في نهاية الدرس أن يستطيع الطالب يميز بين العدد الفردي والعدد الزوجي، يجد العدد الكلي لمجموعة من الأشياء باستخدام الشبكات. لنبدأ عزيزي الطالب بالقسم الأول، الأعداد الزوجية والفردية. كيف يمكننا معرفة ما إذا كان العدد 8 يعبر عن عدد زوجي أم فردي؟ ما رأيكم أن نعد العدد 8 باستخدام المكعبات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. لنقوم بتقسيم هذه المكعبات في صفين: 1 2 3 4 5 6 7 8. ماذا تلاحظ عزيزي الطالب؟ نلاحظ أنه في الصف الأول يوجد 4 مكعبات، وفي الصف الثاني يوجد أيضا 4 مكعبات. إذن تم تقسيم العدد 8 أو المكعبات إلى جزئين متساويين. ما رأيكم أن نكتب هذا المثال بصيغة جملة عددية؟ تكتب بهذا الشكل: 4 زائد 4 ويساوي 8. أيضا كيف يمكننا معرفة ما إذا كان العدد 9 يعبر عن عدد زوجي أم فردي؟ لنستخدم المكعبات أيضا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن لدينا 9 مكعبات. ما رأيكم أن نضع هذه المكعبات في صفين؟ الصف الأول 1، الصف الثاني 2، 3 4 5 6 7 8 9. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه في الصف الأول وضعنا 5 مكعبات، وفي الصف الثاني وضعنا 4 مكعبات. هل هذين الصفين متكافئان؟ كلا، إنهما جزئين غير متساويين. لنكتب جملة عددية تعبر عن هذا المثال: 5 زائد 4 ويساوي 9. إذن عزيزي الطالب، نستنتج مما سبق أن العدد الزوجي هو العدد الذي يمكن تمثيله في صورة جزئين متساويين كما لاحظنا في المثال السابق. نلاحظ أن الصف الأول فيه مكعبات مساوية للصف الثاني، نفس عدد المكعبات 4 ب4. أما العدد الفردي هو العدد الذي لا يمكن تمثيله في صورة جزئين متساويين. لاحظ هنا 5 مكعبات في الصف الأول، أما هنا يوجد 4 مكعبات. والآن لننتقل إلى الصفحة 70 من الكتاب المدرسي تدرب موجه. انظر إلى العدد، أحوط زوجي أم فردي، ثم اكتب الجملة العددية. لدينا العدد 14. نلاحظ أن الصف الأول إذا قمنا بعد المكعبات 1 2 3 4 5 6 7، أما الصف الثاني 1 2 3 4 5 6 7. إذن 7 زائد 7 ويساوي 14. بما أن الصفان متساويان فإن هذا العدد هو عدد. مثال آخر، صفحة 71، سؤال 7: هل العشرة عدد زوجي أم فردي؟ نلاحظ عزيزي الطالب أن العشرة يمكن كتابتها 5 زائد 5 ويساوي 10.
بما أننا استطعنا إلى تقسيمها إلى قسمين متساويين، فإن العدد 10 هو عدد زوجي. الآن لننتقل إلى استعمال الشبكة لإيجاد المجموع. إن هذه المجموعات تسمى شبكة. نلاحظ أن هذا لوح الشوكولا يعتبر شبكة، أيضا حبات الفراولة تعتبر شبكة، تمثل هذه المجموعات شبكات. هل المجموعة تمثل شبكة؟ أصدقائي الطلاب، هل هذه المجموعة تمثل شبكة؟ برأيكم ما هي الإجابة؟ نعم تمثل شبكة، تمثل شبكة. لماذا؟ لأن عدد الصفوف متساوية وأيضا عدد الأعمدة متساوية، فهي تمثل شبكة، والإجابة نعم. هل المجموعة تمثل شبكة؟ لاحظوا أصدقائي الطلاب، لدينا مجموعة من الأقلام، هل تمثل هذه المجموعة شبكة؟ إذا قمنا بعد الأقلام في الصف الأول، 1، 2، 3، 4. لنقوم بعد الأقلام في الصف الثاني، 1، 2، 3، 4، 5، 6. نلاحظ أن عدد الأقلام في الصف الأول لا تساوي عدد الأقلام في الصف الثاني، فالإجابة كلا. أحسنتم. إذن تتضمن الشبكة نفس عدد الأشياء في كل الصفوف ونفس عدد الأشياء في كل الأعمدة. كيف أعرف العدد الكلي لحبات الفراولة المعروضة أمامك؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. يمكنني استعمال الجمع المتكرر لإيجاد العدد الإجمالي لحبات الفراولة. يمكنني جمع عدد حبات الفراولة الموجودة في كل صف. سنكتب جملة عددية تمثل الشبكة باستعمال الصفوف. الصف الأول 1، 2، 3، والصف الثاني 1، 2، 3. فنكتب الجملة العددية 3 + 3 = 6. كما يمكنني استعمال الجمع المتكرر لإيجاد العدد الإجمالي لحبات الفراولة. يمكنني جمع عدد حبات الفراولة الموجودة في كل عمود. سنكتب جملة عددية تمثل الشبكة باستعمال الأعمدة. إذن العمود الأول 1، 2، العمود الثاني 1، 2، العمود الثالث 1، 2. فنكتب 2 + 2 + 2 ويساوي 6. إذن تعلمنا أن الشبكة تتكون من صفوف وأعمدة متساوية في عدد الأشياء، ويمكنني إيجاد العدد الكلي للأشياء باستعمال الجمع المتكرر للصفوف أو الأعمدة. والآن عزيزي الطالب، لننتقل إلى الصفحة 84 من الكتاب المدرسي. استعمل شبكة لحل كل مسألة. الشبكة المجاورة تبين سيارات في موقف للسيارات. هل يمكنني كتابة جملتين عددية مختلفتين لتمثيل هذه الشبكة؟ أوضح إجابتي. ما العدد الكلي للسيارات في الموقف؟ لنبدأ عزيزي الطالب بحل هذه المسألة. نلاحظ أنه في الصف الأول يوجد 3 سيارات، وفي الصف الثاني أيضا يوجد 3 سيارات، وفي الصف الثالث أيضا يوجد 3 سيارات. فنكتب جملة عددية 3 + 3
زائد 3 ويساوي 9. والآن لنقوم بحل هذه المسألة عن طريق الأعمدة، شبكة الأعمدة. 3 في العمود الأول يوجد 3 سيارات، وفي الصف في العمود الثاني يوجد أيضا 3 سيارات، وفي العمود الثالث يوجد أيضا 3 سيارات. فنكتب جملة عددية بهذا الشكل: 3 زائد 3 زائد 3 ويساوي 9.